السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين. مبروك ومساء الخير. مساء الخير يا ست. أهلا بك وببارك لك. وإن شاء الله يكون فاتحة خير بما يأتي بعد ذلك. إن شاء الله بإذن الله. وبشكرك على مجهودك ومجهود كل اللجنة. هل أنت سعيد بالنتائج؟ أنا مرتاح للنتائج. مرتاح للنتائج. مرتاح دي غير سعيد. لا مرتاح. في الارتياح سعادة ما تنسيش. أنا لسه سامعك دلوقتي بتقولي إحنا ما ننظرش إلى الخلف. كده صح. إحنا دلوقتي خلصنا خطوة نشوف الثانية والثالثة على الطريق إلى الأمام. ما هي الخطوة الثانية والثالثة في رأيك؟ الانتخابات. أي انتخابات؟ الرئاسية فالبرلمانية زي ما يتقرر. المهم أنه في ظرف نصف العام ده من النهاردة ننتهي من كل الاستحقاقات الخاصة بخارطة الطريق. دستور، رئيس، برلمان، حكومة. تفتكر إيه اللي اتعلمناه من التجربة دي يا عمرو بيه؟ يعني تجربة هذه الانتخابات اللي أجريت بشكل شفاف، هل فيها أخطاء؟ يعني أنت وأنت بتبص لها ترى بها أخطاء؟ يعني ما أقول لك، إذا كنا نبحث بقى في طريقة إدارة الانتخابات، طبعا هناك أمور كثيرة تتطلب إعادة نظر، تأكيد، توثيق، تربيط، تحسين، إلخ، مؤكد. يعني المصريين في الخارج مثلا ما كانش، لم تدرس أحوالهم الدراسة الكافية. صحيح. المغتربين في المصريين في مصر لم تدرس أحوالهم الدراسة الكافية. بدليل أنه كان العدد الأول أظن 106 ولا 116، فقالوا لا ده أكتر وسبا أكتر من الأول. المفروض يكون في تقييم، الناس تكون مستريحة. ولا لا في حاجات كتير، ولذلك الدستور نص على قيام هيئة مستقلة للانتخابات بتتخصص وتدرس ويكون عندها خبراءها وعندها استعداداتها وتستعد من النهاردة للانتخابات بعد 4 سنين وهكذا. يعني تعتقد متى يجب أن يقول الرئيس كلمته في ترتيب خارطة الطريق؟ أظن هو الرئيس هيتحدث إلى الأمة أظن في ظرف أيام وحيقول لنا بكرة، بس ما أعتقدش أن هذا الخطاب سيتضمن هذا التعديل. والله أنا ما أعرفش، أنا مواطن أنتظر خطاب الرئيس ولا أدري ما فيه. يا ربما أنت عارف أنا ما أعرف، لكن يعني في ظل الأوضاع الحالية، في ظل عدم إعلان الفريق السيسي من كان سيترشح أم لا، هل تعتقد أنه يجب المضي قدما في فكرة الانتخابات الرئاسية أولا، ولا كيف ترى الرؤية؟ إحنا في مرحلة مفصلية الحقيقة. طبعا في مرحلة مفصلية، والكلام كله النتائج الحوار اللي أجراه رئيس الجمهورية هو أنهم الأغلبية طالبت بالرئاسة أولا، بالانتخابات الرئاسية أولا. الانتخابات الرئاسية يعني شبه تقررت على ما أفهم من هذه الحوارات والتوافق آراء وأغلبية كبيرة لصالحها، فكان ده محسوس ومعروف من شهر. فأرجو أن يكون الكل مستعدا لهذه المعركة. الشباب عمرو بيه يعني جزء منهم احجم غالبا في القاهره فقط، لانه الحقيقه احنا شفنا شباب المحافظات موجودين، لكن الشباب في القاهره يعني اما كان عنده امتحانات او كان يعني ما حبش ان هو يشارك. تفتكر ليه وكيف يمكن اعادته مره اخرى للصف؟ اما ان كيف يمكن اعادته فدي مساله ضروريه، ويحصل تفاهم وشرح لاي موقف والاستماع لاي شكوى، ويعني الأمور ممكن معالجتها مش عايز أشك. يعني الآراء مختلفة في هذا، يعني مواقف منظمات شبابية زي 6 أبريل وغيرها، مواقف مجموعات شبابية يعني ليس تأييدا أبدا للنظام السابق، وإنما لرأي آخر لتطورات معينة. كل ده ممكن دراسة وممكن إعلام وضروري من دراسته وعلا. فكرة عودة أو إطلالة رأس النظام السابق أو نظام مبارك برأسه من جديد في أشكال مختلفة، ده بيزعج كثيرين يا عمرو بيه. شوف مقولك، لا عودة إلى الماضي، لا من سنة ولا من 2 ولا 10 ولا 50. الطريق هو إلى المستقبل. ما يمكنش العودة للماضي، ده تكاليفه عالية جدا وخطيرة جدا، خطيرة جدا جدا جدا. ولذلك
فلننظر إلى الأمام، واللي جاي مختلف تماما، إحنا في قرن مختلف وبفكر مختلف وتطورات عالمية مختلفة ودستور مختلف، بيتكلم عن التعليم أكتر ما بيتكلم في أي حاجة تانية، بيتكلم عن الصحة، بيتكلم عن الزراعة، بيتكلم عن الملفات الخاربة بتاعت مصر. فإحنا الآن علينا واجب كبير جدا، مش عايزين بقى نتكلم على رؤوس انتهرت أو رؤوس ما ظهرتش، إنما نتكلم كيف سنقوم بإنهاء الاستحقاقات الخاصة بخارطة الطريق، وحنبدأ نشتغل بقى على رؤية وعلى خطة لإنقاذ مصر. أنا أخشى أقول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إنما لإنقاذ مصر. طيب. تتوقع أن يعلن الفريق السيسي ترشحه قريبا؟ والله أنا ما أعرفش، لا أستطيع أن أدعي بما لا أعلم، هذه مسألة تتعلق به هو. ماذا وما يقرره. ماذا سيكون دور عمرو موسى في الفترة القادمة؟ مواطن مهتم متابع حزب المؤتمر طبعا، موقفي وبس. نعم، وستعود لحزب المؤتمر؟ يعني هل هتكون؟ لا، أنا لن أعود إلى أي أحزاب. لن تعود لأي أحزاب؟ لا لا، أنا هخرج عن الدائرة الحزبية. سيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أنا بشكرك على كل مجهودك اللي يعني قمت به، هذه الدبلوماسية الرائعة التي أخرجت دستورا يليق بمصر، وأشكرك حقيقي على مجهودك في هذه الفترة. شكرا جزيلا، أنت وزملائك في لجنة الخمسين.